أعزائي طلاب الصف الثاني عشر علمي، أهلا بكم في هذا اللقاء في مادة الكيمياء ومع الدرس الثالث من الوحدة السابعة بعنوان طاقة جيبس الحرة، وهذا هو الجزء الثاني. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يعرف طاقة جيبس الحرة ويربطها بتلقائية التفاعلات، يحسب بشكل صحيح التغيرات في الطاقة الحرة القياسية من خلال التغير في المحتوى الحراري والتغير في الإنتروبي، يستنتج درجة الحرارة التي يحدث عندها الاتزان باستخدام المعادلة الرياضية لطاقة جيبس الحرة. تمهيد: ترتبط طاقة جيبس الحرة ارتباطاً كبيراً بالقانون الثاني في الديناميكا الحرارية، والذي يهتم بتحديد تلقائية التفاعلات الكيميائية. هل تتذكر تعريف التفاعلات التلقائية؟ التفاعلات التلقائية هي التفاعلات التي تحدث دون إضافة الطاقة بشكل مستمر، وقد تعرفنا في الحصة الماضية على العوامل المؤثرة في تلقائية التفاعلات، وهي نقصان التغير في المحتوى الحراري للتفاعل، أي دلتا اتش تكون سالبة، بمعنى آخر أن التفاعلات الطاردة للحرارة هي تفاعلات تلقائية. ثانياً، زيادة العشوائية، أي أن الدلتا اس تكون موجبة. ثالثاً، ارتفاع درجة حرارة التفاعل. وقد قام العالم ويلارد جيبس بوضع مفهوم طاقة جيبس الحرة، وقد ربط بين هذه العوامل الثلاث في وضع المعادلة الرياضية دلتا جي equal دلتا اتش minus تي دلتا اس، حيث أن الدلتا جي هي طاقة جيبس الحرة أو الطاقة الحرة، وتقاس بوحدة كيلو جول بير مول، الدلتا اتش التغير في المحتوى الحراري، التي درجة الحرارة المطلقة، والدلتا اس التغير في الانتروبي بالنسبة للتفاعل. طاقة جيبس الحرة والتلقائية: طاقة جيبس الحرة الدلتا جي هي أقصى كمية من الشغل يمكن الحصول عليها من نظام مغلق، وتقاس بوحدة جول أو الكيلو جول، ويمكن حساب الدلتا جي باستخدام المعادلة دلتا جي equal دلتا اتش minus تي دلتا اس. وينبغي عليك عزيز الطالب عند استخدام هذه المعادلة ملاحظة ما يأتي: أولاً، نستخدم في المعادلة درجة الحرارة المطلقة بوحدة الكلفن، فإذا كانت بدرجة الحرارة المئوية نضيف 273 لتحويلها إلى كلفن. ثانياً، نستخدم في هذه المعادلة دلتا اس للنظام، وفي معظم المسائل تكون وحدة الدلتا اس جول، فإذا كانت بالجول يتم تحويلها إلى الكيلو جول بالقسمة على ألف. كما ينبغي أن تلاحظ عزيز الطالب أن قيمة الدلتا جي تتحكم في تلقائية التفاعلات، فإذا كانت الدلتا جي أقل من صفر، أي إذا كانت سالبة، يكون التفاعل تلقائي. أما إذا كانت أكثر من صفر، أي إذا كانت قيمة الدلتا جي موجبة، يكون التفاعل غير تلقائي. تدريب: لديك التفاعل الآتي: 4 KClO3 ينتج
3KClO4 plus KCl. احسب قيمة طاقة جيبس الحرة عند درجة حرارة 298 كلفن باستخدام القيم الآتية. لاحظ عزيز الطالب قيم الدلتا اتش والدلتا اس في السؤال. لاحظ اولا الدلتا اس. لاحظ عزيز الطالب ان وحدة الدلتا اس هي الجول، ويجب ان تكون بالكيلو جول، لذلك نقوم بقسمة هذه القيمة على 1000 فنحصل عليها بوحدة الكيلو جول. والآن نطبق بالمعادلة دلتا جي إيكوال دلتا اتش ماينس تي دلتا اس. نطبق الأرقام. لاحظ الدلتا اتش قيمتها ناقص حاصل ضرب درجة الحرارة بالكلفن في قيمة الدلتا اس بالكيلو جول، وبتطبيق الأرقام بالآلة الحاسبة نحصل على قيمة الدلتا جي. والسؤال الآن، هل التفاعل تلقائي أم غير تلقائي؟ لاحظ عزيز الطالب إشارة الدلتا جي إنها سالبة، إذن التفاعل يكون تفاعلاً تلقائياً. تدريب: استخدم قيم حرارة التكوين القياسية وقيم العشوائية في الجدول أدناه لحساب طاقة جبس الحرة للتفاعل الآتي عند درجة حرارة 25 درجة مئوية. لاحظ عزيزي الطالب هذا الجدول والذي يحتوي على قيم الدلتا اتش فورميشن وقيم العشوائية للمواد الموجودة في المعادلة. نبدأ أولا عزيزي الطالب بملاحظة أن درجة الحرارة معطاة بالدرجة المئوية، لذلك نقوم أولا بتحويلها إلى الكلفن من خلال إضافة 273 فنحصل عليها فتساوي 298 كلفن. والآن نعود إلى الجدول لحساب قيمة الدلتا اتش للتفاعل، وذلك بتطبيق المعادلة الدلتا اتش نوت يساوي مجموع الدلتا اتش فورميشن للنواتج ناقص مجموع الدلتا اتش فورميشن للمتفاعلات. لاحظ عزيز الطالب أن الأكسجين يساوي صفر، النواتج 2 مول من CO2 بينما المتفاعلات 2 مول من CO، فنأخذ قيمة CO2 وتضرب باثنين ونطرح منها قيمة CO مضروبة في 2 فنحصل على قيمة الدلتا اتش نوت للتفاعل. والآن من الخانة الثالثة نحسب قيمة الأس، وذلك بتطبيق القانون دلتا اس يساوي مجموع ان اس نواتج ناقص مجموع ان اس متفاعلات. لاحظ هنا ان هنالك قيمة للأكسجين، فنأخذ قيمة CO2 وتضرب باثنين ونطرح منها مجموع الO2 زائد قيمة CO2 مضروبة في اثنين فنحصل على قيمة الدلتا اس. لاحظ أيضا عزيز الطالب في الجدول أن وحدة الأس هي بالجول، لذلك نقوم بالقسمة على 1000 لتحويل الإجابة إلى الكيلو جول. والآن نطبق العلاقة دلتا جي إيكوال دلتا اتش ماينس تي دلتا اس، وبتطبيق الأرقام التي حصلنا عليها من الحسابات السابقة نجد قيمة الدلتا جي. والسؤال الآن، هل هذا التفاعل تلقائي أو غير تلقائي؟ لاحظ بما أن وحدة أو إشارة الدلتا جي سالبة فإن التفاعل يعتبر تفاعل تلقائي. طاقة جبس الحرة والاتزان. عرفنا عزيز الطالب أن هنالك نوعين من التفاعلات، تفاعلات انعكاسية
وتفاعلات غير انعكاسية. في التفاعلات الغير انعكاسية التلقائية تسير المواد المتفاعلة بشكل كامل لإعطاء النواتج، ولكن ماذا يحدث إذا كان لدي تفاعل انعكاسي؟ في هذه الحالة لدي تفاعلين يحدثان في نفس اللحظة، تفاعل طردي وتفاعل عكسي. في التفاعل الطردي تتفاعل المواد المتفاعلة لإعطاء النواتج، بينما في التفاعل العكسي تقوم المواد الناتجة بإنتاج المتفاعلات من جديد. لاحظ عزيزي الطالب، إذا كان التفاعل ككل تلقائي فإن التفاعل الطردي يكون تلقائي، بينما العكسي يكون غير تلقائي، لذلك تكون الدلتا جي للتفاعل الطردي أقل من صفر، بينما الدلتا جي للتفاعل العكسي تكون أكبر من صفر. والآن ماذا يحدث عند الاتزان؟ عند الاتزان تتساوى سرعة التفاعل الطردي مع التفاعل العكسي، وتثبت تراكيز المواد المتفاعلة والناتجة، ولا يعود أي من التفاعلين مفضل على الآخر. في هذه الحالة تصبح قيمة الدلتا جي تساوي صفر. نستطيع استخدام هذه القيمة للدلتا جي تساوي صفراً في تحديد درجات الحرارة، كأن نقول درجة التجمد، درجة الغليان، درجة الانصهار، حيث أن أي درجة من هذه الدرجات تكون عبارة عن تفاعلين متعاكسين. فعندما نقول تبخر الماء، في نفس اللحظة يحدث التبخر ويحدث التكاثف. والآن لنطبق هذا المفهوم في معادلتنا، إذا الدلتا جي إيكوال دلتا اتش ماينس تي دلتا اس، والآن نطبق بقيمة الدلتا جي تساوي صفرا. لاحظ في هذه الحالة نعيد ترتيب العلاقة للحصول على التي. لاحظ أن التي في هذه الحالة تساوي الدلتا اتش اوفر الدلتا اس. إذا هذه العلاقة نستخدمها في حساب درجة التجمد ودرجة الغليان أو الانصهار لأي تفاعل أو مادة. تدريب: باستخدام طاقة جيبس الحرة، ما درجة الحرارة التي يحدث عندها الاتزان للتفاعل الموضح في المعادلة الآتية؟ H2O liquid تنتج H2O gas، علما بأن الدلتا H equal plus 44.3 كيلو جول بير مول. لاحظ عزيزي الطالب أن السؤال ذكر كلمة الاتزان، وعند الاتزان دلتا جي تساوي صفرا. ولحساب درجة الحرارة نحتاج أولا لحساب دلتا اتش، لذلك نعود إلى الجدول صفحة 165 في الكتاب، حيث نحصل على قيم العشوائية لكل من H2O liquid و H2O gas. والآن بتطبيق العلاقة، دلتا اس إيكوال مجموع ان اس للنواتج ناقص مجموع ان اس للمتفاعلات، حيث نأخذ قيمة العشوائية لل H2O gas ونطرح منها العشوائية لل H2O liquid، فنحصل على قيمة الدلتا اس. ولاحظ بما أن القيم بالجول ونحن نحتاجها في الكيلو جول، إذا نقسم الإجابة على 1000 فنحصل على الدلتا اس بوحدة الكيلو جول. والآن لنحسب T نطبق العلاقة، T equal delta H نوت على delta S نوت، وبتطبيق القيم قيمة الدلتا H مقسومة على قيمة الدلتا S
نحصل على درجة الحرارة التي يحدث عندها الاتزان 372.5 كلفن. هنا عزيزي الطالب ينتهي السؤال، ولكن ماذا لو طلب درجة الحرارة بالسيليزية؟ في هذه الحالة نطرح من القيمة 273 فنحصل على درجة الحرارة 99.5، إذا تقريبا لها درجة الحرارة 100، ونحن نعرف أن الماء يغلي عند 100 درجة مئوية. تدريب: بالنسبة للمعادلة الآتية، احسب درجة الحرارة بالدرجة المئوية التي يتجمد عندها البنزين. لاحظ المعادلة عزيزي الطالب، C6H6 liquid ينتج C6H6 solid، علما بأن الدلتا اس نوت تساوي سالب 35.2 جول، بينما الدلتا اتش تساوي سالب 9.83 كيلو جول بير مول. أولا عزيزي الطالب لاحظ أنه طلب درجة التجمد، إن درجة التجمد تعني وجود اتزان، أي أن الدلتا جي في هذه الحالة تساوي صفرا. والآن نبدأ بداية بالدلتا اس ونلاحظ وحدتها، نجد أن وحدة الدلتا اس هي الجول، لذلك نأخذ هذه القيمة وتقسم على 1000 لتحويل الدلتا اس إلى الكيلو جول. والآن نطبق في العلاقة عند الاتزان، T تساوي دلتا H over دلتا S، وبتطبيق القيم في المعادلة، قيمة الدلتا H مقسومة على قيمة الدلتا S بوحدة الكيلو جول، فنحصل على درجة التجمد 279.26 كلفن. ولكن السؤال اشترط أن تكون درجة الحرارة بالسيليزية، لذلك نطرح من هذه القيمة 273 فنحصل على درجة تجمد البنزين 6.26 درجة مئوية. وهنا عزيزي الطالب نأتي إلى نهاية درسنا، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح.